لا شك انه ابو عبد الله يعني يعرف يلعب بالحجره والبيضه، على قول الحجر ايه والبيضه، فهو لعب بعقلي، ما هو اقنعني، ولكن يعني كانت لعبه طيبه. انا شخصيا طيب عموما معنا على الهواء الاستاذ قنا الغامدي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله. مش ابو عبد الله تورط الناس، مش على السدير يقول ضحكت عليه ورطته في الكتابه اليوميه الاجتماعيه. اولا انا يعني الحمد لله اعتمرت ودعوت الله في الحرم لصديقي اللذيذ مشعل ان يهدي الله فيكتب مبتراته او يسمح لي ان اسجلها معه او لغيره ان اراد. نعم. انا تعرفت على الاستاذ مشعل تقريبا في اواخر عام، شخصيا يعني عام اواخر عام 99 ميلادي. انا كنت مدير تحرير في عقاب وكان يكتب اسبوعيا مقال طويل محطات تحت عنوان محطات الطوارئ. فتعرفت عليه شخصيا في هذه الفترة، وإلا أنا أعرف مشعل أقرأ له ككاتب كبير منذ أن كنت أظن في الابتدائية يعني أو في بدايات المتوسط. لا بس هذه رمية، تبغى تكبر زيادة أنت هذه أبو عبد الله. هذه بين السطور هذه. على أي حال الأخ صديق مشعل الحديري له طبعا نكهة خاصة بالكتابة. هذه النكهة يعني تتميز بثلاثة أمور. الأول وشاقة الكلمة عند مشعل الحديري، يعني لو أحد يرصد المقالات التي يكتبها الكتاب ليس في السعودية بل في الوطن العربي، بما أعتقد يلاحظ أن الكلمة عند مشعل الحديري رشيقة، وهذا يعود بسبب في نظري، هو طبعا تعرف ودرس فنون جميلة في إيطاليا وقضى هناك عدة سنوات وهو فنان تشكيلي بالأساس، فهذه أظنها أشرفت على يعني كلمات مشعل هذه الرشاقة وهذا الجمال. الأمر الآخر مش اطلاع واسع وخاصة في التراث، يعني لا يمر يومين أو ثلاثة، أنا فيما أتذكر في كتابة مقالات اليومية إلا ويأتيك بقصة تراثية يستطيع أن يكيفها ويعلق عليها بطريقة رشيقة ويوقفها لما تصلح له في هذا العصر. الثالثة إضافة إلى سعة كتابات سعة قراءاته في التراث الأجنبي ومتابعته للأخبار والصحف العالمية. نعم. تعطيه أيضا فرصة أن يقدم شيء جديد دائما. الأمر الثالث طبعا لمسة السخرية عند مشعل التي يعني ستجدها متفردة بين الكتاب الساخرين. عند مشعل السخرية تأتي عفوية يعني لا يستعيلها. طيب جميل أبو عبد الله، أنا أشكرك. شغلة ثانية، أنت اعتمرت اليوم؟ نعم. عموما عمره مقبولة وراح أناقش الدعاء هذا وإن شاء الله أنه يستجاب. شكرا لك أبو عبد الله على مشاركتك معنا في مجموعة إنسان، رغم أنك يعني شكرا يا أبو عبد الله، شكرا. بس الآن هو راح اعتمر ودعا الله يهديك وأنك تكتب مذكراتك أو أقل شيء أنت تقولها تمليها عليه أو أي أحد وتصير في كتاب، موافق أو لا؟ دعا في الحرم؟ أيوه أخذ عمره الرجال يقول توه. أفكر. لكن بس ليه انت رافض انه مذكراتك تكون مكتوبه؟ يعني تبغى يعني تطلع الفضائح ولا ايه؟ لا بالعكس، ليش؟ لا انت في الحقبه اللي فيها فضائح كثير يعني هذبها او لا تعطيني كل السؤال. لا انا امزح معك ان شاء الله. الله يبعد الفضائح، ما في فضائح، لكن ما عندي شيء حقيقه يستاهل يعني. هذا قصدي.